بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم أبنائي الطلاب في مدرسة تطوير الإلكترونية، وأهلا بكم في درس جديد من مادتنا لغة الجميلة للصف الرابع الابتدائي من الفصل الدراسي الأول. وسيكون عنوان درسنا لهذا اليوم دخول ال على الكلمات المبدوءة باللام. فعلى بركة الله نبدأ. في البداية أرجو من الجميع أن يتأمل العنوان جيدا. دخول ال الشمسية، نعم، على الكلمات المبدوءة باللام. نريد أن نركز على الكلمات المبدوءة باللام. إذن درسنا يدور حول الكلمات المبدوءة باللام. يقول: أقرأ النص التالي وأنطق الكلمات الملونة نطقا صحيحا. نريد أن نركز. يجب أن تكون الوجبة الغذائية التي نتناولها متنوعة كاملة، تحتوي على كل العناصر التي يحتاج إليها الجسم كالبيض واللحوم والأسماك اللذيذة واللبن والحبوب والخضروات لتمد الجسم بالطاقة اللازمة لنشاطه وتساعده على النمو. نعم، نلاحظ هناك أربع كلمات في هذا النص كتبت باللون الأحمر، وهي التي يدور حولها درسنا. الكلمة الأولى كلمة اللحوم، والكلمة الثانية كلمة اللذيذة، ومن ثم اللبن، وأيضا اللازم. يقول: اكتب الكلمات الملونة في المكان المناسب. نكتبها، نضعها في مكانها المناسب. الأولى اللحوم، نعم. الثانية اللذيذة، اللبن، اللازمة. نتأمل الكلمات جيدا، نلاحظ أنها كتبت بكم لام؟ بلامين، نعم، جميعها كتبت بلامين، نعم. الآن يقول: أحذف ال من الكلمات السابقة وأكتبها في المكان المناسب. نريد الآن أن نحذف ال. وأعطاني مثال: من اللحم حذف ال أصبحت لحم. طيب، اللبن، نحذف ال من كلمة اللبن، نريد أن نحذف ال، تصبح ماذا؟ نحذف ال الأولى تصبح لبن. لبن، نعم، لبن. اللذيذ، نريد أن نحذف ال من اللذيذ، ال اللي في البداية نحذفها، يتبقى معنا ماذا؟ نعم، لذيذ، لذيذ، نعم. اللازم، نحذف ال تصبح ماذا بدون ال؟ لازم، نعم، تصبح لازم. هذه الكلمات بدون ال، الآن الكلمات أمامي بدون ال، ولاحظ أنها بدأت بماذا؟ بدأت بحرف اللام. نتأمل الجدول أمامنا. كلمة القائمة ألف من الكلمات، ثم القائمة باء بعد دخول ندخل عليها ال، ثم القائمة جيم بعد دخول ال. نلاحظ كلمة لحم، لحم، عندما نضيف إليها ال نضع ال زائد لحم، يصبح الناتج اللحم. كم لام؟ بلامين، نعم، نضعها بلامين. كذلك لذيذ، ال زائد لذيذ تصبح اللذيذ. وأيضا لبن، عندما ندخل عليها ال تصبح اللبن. ولازم، عندما ندخل عليها ال تصبح اللازم. لاحظ أن بلامين كتبناها في جميع الحالات. ونلاحظ في ألف، وهذا شيء مهم، أن الكلمة
بدأت بحرف الأصلي منها بحرف اللام. يعني درسنا هذا ينطبق على الكلمات التي بدأت بحرف اللام فقط. لكن عندما تقول باب بدأ بحرف ماذا؟ الباء. كتاب بدأ بحرف الكاف. إذا لا ينطبق عليه درسنا، درسنا ينطبق على الكلمات التي بدأت باللام. أما عندما نقول مدرسة، المدرسة، مدرسة بدأت بحرف الميم. إذا درسنا ينطبق على الكلمات التي بدأت بحرف اللام في بدايتها. نعم، الآن نريد أن نستنتج. أتأمل الجدول المعروض علي ثم أجيب. ما الحرف الذي ابتدأت به الكلمات في القائمة ألف؟ ما هو الحرف اللي بدأنا فيه بالقائمة ألف؟ حرف ماذا؟ نعم، حرف اللام. ما الذي دخل على الكلمات في القائمة باء؟ ما الذي دخل عليها في القائمة باء؟ نلاحظ، وش اللي دخل عليها؟ نعم، دخلت عليها ال. أحسنتم، دخلت عليها ال. سؤال ثالث يقول: كم لاما اجتمعت في كلمات القائمة جيم؟ كم لاما اجتمعت القائمة جيم؟ كم لاما اجتمعت فيها؟ واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث؟ نعم، لامان، اثنان. نعم، السؤال الذي يليه يقول: كيف تنطق اللامان؟ كيف ينطقها في الكلمة؟ تنطق لاما واحدة مشددة، تنطق لاما واحدة مشددة. نلاحظ: اللحم، اللذيذ، اللبن، اللازم. إذا نطقناها لاما واحدة، اللازم، اللبن. نعم، أين وضعت الشدة؟ أين نضع الشدة؟ على اللام الأولى أم اللام الثانية؟ نلاحظ، على اللام الأولى أم اللام الثانية؟ نعم، على اللام الثانية نضع الشدة. إذا ننطقها لاما واحدة ونضع الشدة على اللام الثانية، لاما واحدة مشددة. أحسنتم. الآن يقول هنا: كتابة الكلمات التالية بلام واحدة: اللحم، اللذيذ، اللبن، اللازم. خطأ إملائي يحاسب علي. إذا عندما تكتب لي اللحم بلام واحدة، هنا الآن مكتوبة كتابها صحيحة، لكن من كتبها بلام واحدة يعتبر خطأ. نعم، خطأ إملائي، أو لذيذ، اللذيذ، أو اللبن، أو اللازم. إذا نضعها بكم لام؟ بلامان، نضع الشدة على اللام الثانية. إذا نستنتج القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ يا شباب، إذا دخلت من هي؟ ال. على ماذا؟ على جميع الكلمات؟ لا. على ماذا؟ على الكلمات المبدوءة باللام. نكتبها كم لام؟ نعم، لامان. نعم، إذا دخلت ال على الكلمة أولها لام تكتب اللامان معا. إذا دخلت ال على كلمة أولها لام أصلية تكتب اللامان معا. وماذا أيضا؟ الشدة. وش نسوي بها؟ نلاحظ الشدة ونضع الشدة على اللام الثانية. نعم، ونضع الشدة على اللام الثانية. إذا هذه استنتاجنا وهذه قاعدتنا. إذا دخلت ال على الكلمات أولها لام أكتب اللامان معا، ما أكتبها لام واحدة. من كتب اللحم بلام واحدة فهو خطأ. إذا أكتب اللامان معا وأضع الشدة على اللام الثانية. أحسنتم. الآن نريد أن نأخذ بعض التمارين لكي نطبق القاعدة. لدي خمس كلمات أقرأها قراءة صحيحة. لطف، كلمة ليمون، ليس، ليل، لهب. هذه خمس كلمات، نلاحظ فيها يا شباب، نلاحظ ماذا؟ أنها بدأت بلام. أن هذه الكلمات اللي اختارها لنا جميعها بدأت بحرف اللام. هذه لام أصلية ما نقدر نحذفها. نعم، هذه لام أصلية بدأت بها الكلمة.
ماذا نريد أن نفعل الآن؟ نريد أن ندخل ال على الكلمات السابقة وأقرأها. جميع الكلمات الخمس التي أمامنا نريد أن ندخل عليها ال. هل نحن بشيء عندما ندخل ال؟ ماذا نفعل؟ انظر الكلمة الأولى لطف، من يدخل عليها ال تصبح ماذا؟ تصبح اللطف. اللطف ندخل عليها ال هكذا. إذن كم كتبت بكم لام؟ بلامين، ونضع الشدة على اللام الثانية وننطقها بلام واحدة نطقا، ما نقول اللطف، لا، اللطف لاما واحدة، ونضع الشدة على اللام الثانية. نعم، الكلمة الثانية تصبح الليمون. الليمون تكتب بلامان هكذا ونضع الشدة على اللام الثانية، وفي النطق تنطقها لاما واحدة مشددة. كلمة ليس تصبح ماذا؟ الليس. نعم، الليس، ونكتبها هكذا الليس. كلمة ليل عندما ندخل على ليل تصبح الليل. نعم، الليل. نعم، ونضع الشدة على اللام الثانية وننطقها بلام واحدة. الكلمة الأخيرة كلمة لهب. لهب بدأت بحرف اللام، ندخل عليها ال وتصبح اللهب بدون أن نحذف شيء، لكن نضع الشدة على اللام الثانية وننطقها بلام مشددة. الآن يقول أكمل الجمل الآتية بكلمات مبدوءة بأل، آسف، بكلمات مبدوءة بلام دخلت عليها أل وأنطقها نطقا صحيحا. إذن نريد أن نكمل الجمل الآتية بكلمات مبدوءة بماذا؟ باللام، مبدوءة باللام ودخلت عليها أل وننطقها نطقا صحيحا. لدي، نعم، هذه صورة فاكهة الكنفراء. في لدي أيضا خمس جمل، لدي خمس فراغات أيضا، أريد أن أضع بها ماذا؟ كلمة مناسبة، ويجب أن تكون الكلمة ماذا؟ تبدأ باللام، تبدأ بماذا؟ بحرف اللام، ودخلت عليها ال. ننظر الكلمة الأولى، صغر فراغ عند تناول الطعام. صغر ماذا عند تناول الطعام؟ نريد أن نفكر، نصغر ماذا عند تناول الطعام؟ يجب أن يكون الجواب فيه الكلمة تحتوي على حرف اللام ودخلت عليها ال. ماذا نصغر عند تناول الطعام؟ شباب، نعم، صغر اللقمة. صغر اللقمة عند تناول الطعام. نلاحظ كلمة لقمة تبدأ بحرف ماذا؟ لقمة، تبدأ بحرف اللام، لقمة، لما ندخل عليها ال أصبحت اللقمة. تظهر الشدة على اللام الثانية، اللقمة. إذن كلمة لقمة بدأت بحرف اللام ودخلت عليها ال أصبحت اللقمة. أحسنت. والآن فقط ثاني يقول اطلبوا العلم من المهدي إلى إيش؟ إلى ماذا؟ اطلبوا العلم من المهدي إلى، نعم، إلى ماذا؟ لازم الكلمة تكون تبدأ بحرف اللام ودخلت عليها ال. طبعا اطلب العلم، عرفنا أن نطلب العلم ونتعلم من المهد. ما هو المهد؟ المهد هو اللي يولد الطفل، نعم، لما يكون في مهده يجب أن يطلب الإنسان العلم من يوم يولد، من يوم يبدأ في حياته إلى إيش؟ يعني خلاص يأخذ الجامعة يقول أنا وقفت، لا، يجب الإنسان يطلب العلم، يبحث في كل مكان دائما عن العلم، الإنسان يرتقي بعلمه، نعم، حتى ماذا؟ حتى موته، أين يوضع في موته؟ نعم، إذن اطلبوا العلم من المهدي إلى إيش؟ إلى اللحد، إلى
اللحد، وهو نعم الذي يكون في القبر. لحد الإنسان عندما يكون في القبر. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم في قبورنا وفي حياتنا وآخرتنا. نعم، ننتقل لي بعده. أحب فراغ الأخضر لأنه لون علم بلادي. أحب ماذا لأنه لون علم بلادي؟ نعم، أحب اللون، أحب اللون الأخضر لأنه لون علم بلادي. نلاحظ اللون، أصل الكلمة لون، أصل الكلمة بدون اللون، وأيضا اللحد بدون اللحد. إذا الكلمات بدأت بلام ودخلت عليها ال، وضعنا الشد على اللام الثانية. هنا يقول الثوب العربي من أفضل أنواع ماذا؟ الثوب العربي من أفضل أنواع، هل نقول القماش؟ شلون القماش؟ قماش بدأ بحرف القاف، احنا نبغى يبدأ بحرف ماذا؟ لا، من أفضل أنواع ماذا؟ يبدأ باللام ودخلت عليه ال. لباس، اللباس. نعم، من أفضل أنواع اللباس بدون ال، الكلمة لباس ودخلت عليها ال، إذا من أفضل أنواع اللباس. في الأخير يقول فراغ البدنية تدل على الصحة الجيدة. ما هي الكلمة الناقصة؟ نعم، ماذا نسميها عندما الإنسان يكون لديه نعم طاقة كثيرة في اللعب؟ نقول ماذا؟ تبدأ بحرف اللام. نعم، يحتاج إليها اللاعبين كثيرا، وهي اللياقة. نعم، اللياقة البدنية تدل على الصحة الجيدة. اللياقة البدنية تدل على الصحة الجيدة. لاحظ كلمة لياقة تبدأ بحرف اللام وأدخلنا عليها ال، لكن نطقا ننطقها لاما واحدة مشددة، وكتبنا اللامان معا. أحسنت. الآن نريد أن نذهب إلى التمرين الأخير، وأرجو من الجميع أن يحاول أن يشارك معنا الإجابة. يقول السؤال: أقرأ النص التالي وأعيد كتابة الكلمات المبدوءة بلام دخلت عليها ال. إذا هذا النص أمامنا نريد أن نقرأه، ومن ثم نعيد كتابة الكلمات التي بدأت بلام ودخلت عليها ال. فلنقرأ النص أولا. يقول النص: اشتهر العرب بالجود والكرم، فالبدوي يشعل النار في الليل ليقصده المسافر في الصحراء. يحلو اللقاء بين البدوي وضيفه، يتسامران ثم يقدم له الطعام من اللحم والمرق واللبن والتمر، ويجهز له الفراش واللحاف لينام سعيدا هانئا. نعم، إذا هذا النص يدل على كرم العرب. نعم، نريد الآن من النص أن نستخرج الكلمات التي بدأت بلام ودخلت عليها ال. ننظر للسطر الأول: اشتهر العرب بالجود والكرم. عرب، جود، كرم، بدوي، جميع هذه الكلمات لم تبدأ، يشتمل، اشتهر، ليست، لم تبدأ باللام جميع هذه الكلمات. نذهب للسطر الثاني: يشعل النار في الليل. كلمة الليل، الليل بدون ال تصبح ليل، إذا هي بدأت باللام ليل ودخلت عليها ال، إذا الكلمة الأولى كلمة الليل. نعم، الليل، وتظهر الشدة على اللام الثانية. ليقصده المسافر، مسافر، في الصحراء، صحراء. يحلو اللقاء، يحلو اللقاء، كلمة اللقاء. نعم، الكلمة بدون ال لقاء، بدأت باللام ودخلت عليها ال، أصبحت اللقاء. أحسنتم. بين البدوي وضيفه يتسامران ثم يقدم له الطعام. طعام، الطعام بدون ال تصبح طعام، إذا بدأت بالطاء ليس نعم. من اللحم، آه شباب، اللحم
دون ال لحم. إذن كلمة اللحم، نعم نعم نلاحظ أن ال دخلت على كلمة بدأت بلام وظهرت شدة على اللام الثانية، كتبناها بلامين معا. والمرق، مرق بدأت بالميم، لا ليست ما نريد. واللبن، نعم واللبن، لبن مع ال أصبحت اللبن، نعم سنتم. والتمر، تمر والتمر، ويجهز له الفراش، فراش لا ليس. واللحاف، نعم اللحاف، نلاحظ كتبناها بلامين معا لأنها بدأت باللام، لأنها بدأت باللام. لحاف تصبح عليها، تدخل عليها ال تصبح اللحاف. إذن كلمتنا الأخيرة هي اللحاف، نعم لينام سعيدا هانيا. إذن نختصر درسنا يا شباب في قاعدة بسيطة، وهي تقول عندما تدخل ال على الكلمات المبدوءة بلام نكتب اللامين معا وتظهر الشدة على اللام الثانية. أرجو أن إذا فهمنا القاعدة بأن نطبقها في كتاباتنا ولا نخطئ بها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.